حياكم الله مشاهدينا الكرام. جدل كبير أثاره بيان ممثلي الجيش الوطني في اللجنة العسكرية المشتركة بخصوص تعليقهم المشاركة في أعمال اللجنة العسكرية. البيان ولد جملة من المواقف بين ألوان الطيف السياسي، لكن الجميع اتفق على خطورة هذا التطور وما قد يلحقه من تداعيات بشكل عام في ليبيا. في هذه المساحة من لايف نرصد هذه المواقف ونتابع مع ضيوفنا تداعيات الموقف الذي بات يوصف بأنه متأزم، وسنتحدث عن سبل تداركه لا سيما وسط ارتفاع الأصوات المحذرة من تجاهل صناع القرار في ليبيا للتطورات على الساحة الدولية والتنافس العلني بغية الاستئثار بالثروات الليبية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ما زال النقاش متواصل مشاهدينا الكرام حول البيان الذي صدر عن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، اللجنة التي شكلتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية. للحديث مع نظيرتها الأخرى التي شكلتها حكومة الوفاق بعد انتهاء المعارك في طرابلس وفي محيطها والتي دامت ل14 شهرا. هذا التطور وصف بأنه تطور نوعي، تطور مختلف وتطور خطير أيضا. إلى أين سيقود؟ ما الذي سيحدث؟ كيف بالإمكان أن تتم المعالجات في الأيام القادمة؟ كيف سيتلقف عبد الحميد الدبيبة؟ كيف ستتلقف أيضا حكومة الوحدة الوطنية هذا البيان وهذا الموقف التصعيدي من قبل اللجنة العسكرية المشتركة؟ هذا ما سوف نناقشه في حلقة اليوم، لكن قبل ذلك أيها الكرام نتابع هذا التقرير. حالة من الترقب يعيشها الشارع الليبي خشية من تفكك اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بعد قرار ممثلو القيادة العامة للجيش الوطني تعليق جميع أعمالهم في اللجنة إلى حين النظر في مطالبهم. خوف مرده أن يعيد انهيار اللجنة البلاد إلى مربع الفوضى والانقسام، فلا سيما في ظل ارتفاع مستويات الاحتقان السياسي والتعذر دخول الحكومة الجديدة مرحلة الممارسة العملية لمهامها من العاصمة طرابلس، في ظل لرفض حكومة الوحدة المؤقتة تسليمها مقاليد السلطة. ووسط رواج أنباء عن لقاء سيجمع أعضاء اللجنة من المنطقة الغربية مع المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لتدارس تبعات بيان الأعضاء التابعين للقيادة العامة في اللجنة المشتركة، كشف كتاب مسرب من ديوان المحاسبة عن توجه الدبيبة لصرف سلفة لتغطية مرتبات المؤسسة العسكرية بالمنطقة الشرقية في مسعى لامتصاص الأزمة. اللواء مصطفى علي يحيى أكد أن بيان ممثلي القيادة العامة لا يعبر عن موقف اللجنة العسكرية مجتمعا، مشيرا إلى أن موقفهم نتج عن الضغوط التي تعرضوا لها نتيجة الاستقطاب الحاد. يحيى في بيان اطلعت 218 على نسخة منه قال إن إقفال النفط وغلق الأجواء وإقفال الطرق لن يؤثر على الأطراف السياسية المتصارعة، بل سيؤثر سلبا على المواطن بشكل مباشر وحاد وسريع، مؤكدا أن اللجنة لن تتوقف عن العمل من أجل إبعاد شبح الحرب ورفع المعاناة عن المواطنين. يحيى جدد أيضا تمسكه وأعضاء اللجنة عن المنطقة الغربية بخيار إجراء انتخابات سريعة تنهي حالة الصراع على الشرعية التي أصبحت وبحسب وصفه رداء يتلحف به الجميع. موقف تناغم مع بيان أصدره عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية طالبوا فيه رئيس المجلس الرئاسي المنفي بإعلان حالة الطوارئ بعد منح كل من مجلس النواب والأعلى للدولة مهلة 30 يوما من أجل التوافق على اختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد خلال 6 أشهر لا أكثر. المترشحون أشاروا إلى أنه وفي حال إخفاق المجلسان في الوصول إلى التوافق المنشود يتم إعلان حالة الطوارئ بما لا يخل بمراعاة ضمان الحق في التعبير وحرية التنقل وممارسة الحريات العامة أو ما في حكمها لمدة 6 أشهر أو لحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي
والرئاسي، دوامة من الأحداث المتلاحقة وترقب من الجميع لحراك متوقع من البعثة الأممية في ليبيا لحماية الاتفاقين السياسي والعسكري اللذين رعتهما وأشرفت عليهما قبل عامين من الانهيار التام، قد ما يلحقه من فوضى لن تجلب معها إلا مزيدا من التجرذم والانقسام. حياكم الله مشاهدينا الكرام، سنواصل النقاش. احنا بالأمس خصصنا حلقة لايف بكاملها للحديث عن هذا الموضوع وتداعياته، وأيضا نقلنا كل البيان الذي صدر عن اللجنة العسكرية المشتركة وشرحناه وجزأناه إلى أكثر من جزء، جملة الأسباب في البداية والمطالب، وأيضا الموقف النهائي الذي أعلنته اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة والمتمثل في أنها علقت العمل في اللجنة العسكرية المشتركة، وأيضا استعرضنا المواقف سواء اللواء فتور غريبيل وأيضا لواء مصطفى يحيى الذي أرسل لنا شخصيا بيانا باسمه يرفض ضمنا هذا البيان الصادر عن اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للقيادة العامة، ويعتقد أن جملة الأسباب لا ترتقي إلى الموقف أو للدرجة التي تجعل من اللجنة العسكرية التابعة للقيادة تعلق أعمال اللجنة العسكرية ومشاركتها في اللجنة العسكرية المشتركة. أحمد المهدوي يخبرني زملاء الكرام أنه جاهز معي الآن، وننوه إلى أن أيضا سيكون معي الضيوف الكرام سيد عبد المنعم الجراي الباحث السياسي وأيضا حميد الحصادي المهتم بالشأن السياسي من العاصمة طرابلس وجميعهم عبر الهاتف. مرحبا أحمد، شكرا لوجودك معنا. لماذا رأت اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن تدخل في مواجهة مباشرة مع حكومة الوحدة الوطنية ومع رئيسها عبد الحميد الدبيبة؟ مرحبا أحمد. طيب، هل معنا عبد المنعم الجراي؟ طيب، نفس السؤال أحيله إلى عبد المنعم، تفضل عبد المنعم. طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد أحمد المهدوي وأيضا مع الصحافي والباحث السياسي عبد المنعم الجراي من مدينة طبرق. عموما نحن نستعرض معكم هذه المواقف مشاهدينا الكرام. بالأمس خصصنا كامل الحلقة للحديث عن هذا البيان اللي صدر عن اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للقيادة العامة، تحدثت فيه عن جملة من المطالب وصفت صراحة بأنها مطالب قد تصعد من الوضع الحالي، ولكن الكل اتفق على أن الأسباب التي أوردتها اللجنة العسكرية في بيانها ترتقي إلى درجة الموضوعية وإلى درجة المنطق، وبالتالي هناك مسوغات لهذه المطالب التي قدمت إلى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وأولها بضرورة إيقاف ضخ النفط وأيضا إغلاق المجال الجوي بين الشرق والغرب وكذلك إغلاق الطريق الساحلي. هذه المواقف وصفت وهذه المطالب وصفت بأنها مطالب تصعيدية، ولكن لم يهمل الكثير بأن أسبابها ومسوغاتها كانت منطقية. سيد أحمد المهدوي موجود؟ طيب، سيد عبد المنعم الجراي موجود معنا الآن عبر الخط الهاتفي. مرحبا عبد المنعم. السلام عليكم أخي طه، تحية طيبة لك ولكل مشاهدي قناة 218. مرحبا بك. وكل عام وأنتم بخير. كنت قد سألت لماذا رأت اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للقيادة العامة أن تدخل في مواجهة مباشرة مع حكومة الوحدة الوطنية ومع رئيسها عبد الحميد الدبيبة؟ هو حقيقة سيد طه لا يخفى عليك وعلى كل الليبيين في شرق البلاد وغربها وجنوبها أن تمت مؤسسة عسكرية أنشئت منذ العام 2014 ونواة لجيش وطني قد حصل على تقييم دولي هذا الجيش مقارنة بباقي الجيوش الأخرى. هذه المؤسسة العسكرية التي قوامها 70 أو 80 ألف عنصر، كل هؤلاء عائلات ليبية يقتتون من مرتبات المؤسسة العسكرية. هذه الحكومة منذ أن جاءت وكانت تدعي أنها ستكون حكومة وحدة وطنية لكل الليبيين، هي انحازت لطرف دون غيره وأصبحت تمارس سياسة سمجة أكرمكم الله،
وهي سياسة التضييق والخناق على المؤسسة العسكرية. كانت هنالك بعض المطالب التي ربما تكون قانونية أو غير قانونية، وجيء بتلك المطالب عن طريق ديوان المحاسبة في المنطقة الشرقية، وبالتالي لا يوجد مبرر لإيقاف المرتب الذي هو حق أصيل لكل مواطن ليبي في كل ليبيا. لا يحق لأحد كائنا من يكن أن يوقفه أو أن يؤخره شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة. نحن هنا يعني كثير من العائلات نعرفهم شخصيا، أخي طه، يعني عسكريين يتبعون المؤسسة العسكرية حتى قبل 2011 يتقاضون المرتبات، الآن أربعة أشهر لم يتقاضوا المرتب الذي هو حق أصيل لهذا العسكري. وعليه رأت اللجنة العسكرية أنها هي ممثلة عن هؤلاء العسكريين. اللجنة العسكرية 5+5، الخمسة التي الموجودة هنا هي تمثل هذه المؤسسة العسكرية. هذه المؤسسة العسكرية مورث عليها خناق قوي فيما يخص المرتب، وبالتالي لن تقف مكتوفة الأيدي وسيكون لها رد فعل. وهذا رد فعل هو متوقع حقيقة، يعني من قبل حتى 4-5-6 أشهر فارطة، ولكن المؤسسة العسكرية واللجنة العسكرية لا زالت تمارس ضبط النفس وتمارس الحكمة. إذا كان ذلك كذلك عبد المنعم، لماذا لم يصدر هذا الموقف عن كامل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة؟ لا، هو كما تعلم سيد طه ويعلم المشاهد الكريم أن هذه اللجنة العسكرية منذ تأسيسها شكلت على الطرفين، طرف المؤسسة العسكرية ومن يمثلها الجيش الوطني الليبي، والطرف الآخر يعني في المنطقة الغربية بكامل أطيافها وتنوعاتها في مدينة مصراتة، في مدينة الدنتان، الأطراف الفاعلة والقوية هناك، ومدينة الزاوية وبعضها في طرابلس. حقيقة الأمر هي لا تمثل توجه المؤسسة العسكرية كمؤسسة عسكرية. الخمسة زائد خمسة في المنطقة الشرقية تمثل مؤسسة عسكرية، عسكرية يعني جيش حقيقي، بينما في المنطقة الغربية هنالك مؤسسة عسكرية لكنها غثاء كغثاء سيل، وهنالك مجاميع مسلحة أو ميليشيات. حقيقة اللجنة العسكرية لا تتحكم في تلك المجاميع المسلحة، بل ويأخذون مرتباتهم شهريا وممكن حتى بمزايا أخرى، ولا يحاسبون على قصة الأرقام الوطنية، بل هنالك مرتزقة يخلصون بالدولار. وحقيقة الآن المؤسسة العسكرية، اللجنة العسكرية في المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية كما قلت آنفا، هي مارست سياسة ضبط النفس مرة واثنين وثلاثة، لكن بلغ الصيل الزبان. هذه الحكومة يعني لم تكسرت لوضع هذه العائلات والناس في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية. حتى لما نتكلم راه فيه آلاف يعني من المنطقة الغربية عسكريين موجودين في 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 المنطقة الشرقية تبع المؤسسة العسكرية تبع الجيش، وبالتالي هي تفرض خناق على عشرات بل مئات الآلاف من العائلات الليبية، وهذه حقيقة تتنافى مع ما جاءت به هذه الحكومة. طيب، يخبرني الزملاء الكرام أيضا أنه الباحث السياسي السيد أحمد المهدوي موجود معنا عبر الخط الهاتفي من مدينة بنغازي. مرحبا أحمد، شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة، ونحن نناقش معك ومع ضيوف الكرام وللسادة المشاهدين تداعيات هذا الموقف الذي صدر عن اللجنة العسكرية المشتركة. ليس موجودا، طيب فقدنا الاتصال. نعود إلى عبد المنعم من جديد. هذا البيان كما أفهمه أنا يمكن تقسيمه إلى ثلاثة: أولا أسباب، ثانيا مطالب، وثالثا موقف. بالنسبة للأسباب، أنت وغيرك كثير يتحدث عن أن هذه الأسباب منطقية وموضوعية، خصوصا فيما يتعلق بجزئية مرتبات أفراد القوات المسلحة العربية الليبية، وهذه كررت للمرة الثانية ولكن للمرة الثالثة. ولكن ماذا عن المطالب؟ إلى أي مدى هذه المطالب موضوعية حين تطلب من القائد العام إيقاف إنتاج النفط وإغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، وأيضا إيقاف حركة الرحلات الجوية ما بين الغرب والشرق؟ إلى أي مدى هذه المطالب موضوعية؟
نعم، هو حقيقة استطرادا أخي طه، يعني نتمنى أن يكون صديقنا وأخونا أحمد يعني بصحة وعافية، وأن يتمكن من التدخل معنا في هذه الأمسية، وإن شاء الله يكون معنا خير. حقيقة هذه المطالب أخي طه كما ذكرت حضرتك وقسمتها على ثلاث أسباب ومطالب ومواقف، هي منطقية وحقيقية وواقعية تلامس حياة المواطن. يا أخي طه، المرتب هو الحق الأصيل لكل مواطن ليبي. أنت عندما توقف هذا المرتب مرة ومرتين، وهذه ثالث مرة على فكرة، والمرتين تدخل فيهم السفير الأمريكي، يعني أي سياسة سمجة تتبعها هذه الحكومة وأي ضغوطات تريد أن تمارسها. حكومة الاستقرار الوطني برئاسة السيد فتحي بشاغة أصدرت بيان قبل أيام وقالت أن هذه التصرفات هي تصرفات رعناء واستفزازية من هذه الحكومة، تريد المؤسسة العسكرية أن تقوم بإغلاق النفط، وأن تقوم بإغلاق الطريق الساحلي، وأن تقوم بإغلاق المجال الجوي لغايات في 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 هذه الحكومة. ولا لا استبعد هذا حقيقة، لأن هذه الحكومة لا تتصرف بتصرفات وطنية. نحن الآن في شهر رمضان المبارك، والشعب الليبي بكامل يمر بظروف اقتصادية ضيقة، فأنت بدل ما تؤس عليه وتعطيه المرتب وتنزله حتى قبل نهاية الشهر، قاعد تخنق فيه بثلاثة شهور وأربع شهور حقيقة. هذا لا يتأتى من هذه الحكومة. نشرك معنا أحمد المهدوي. يبقى معي عبد المنعم. نشرك معي أحمد المهدوي. مرحبا أحمد. أهلا وسهلا أستاذ، تحية لك وتحية أستاذ عبد المنعم ولكل مشاهديك. مرحبا وشكرا لوجودك معنا. نحن نتحدث عن تداعيات هذا البيان الذي صدر عن اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للقيادة العامة. ما رأيك في الأسباب التي ساقتها اللجنة، وما تقييمك للمطالب التي وضعت أمام القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر؟ وإلى أي مدى يستدعي الموقف أن يعلقوا أعمالهم؟ نعم استطاع، أنا أقول لك يعني ببساطة جدا، ما حدث كان نتيجة لتصرفات سيد عبد الحميد الدبيبة وارتضاء بأن يضع نفسه طرف من أطراف الصراع، يعني أدخل المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية، رغم أن اللجنة العسكرية 5+5 حاولت مرارا وتكرارا أن تجنب المؤسسة العسكرية من أي تجاذبات سياسية، وفعلا يعني طيلة عمل هذه اللجنة يعني نجحت فيما لم ينجح فيه الساسة، وهذا يعني هذه الإشادة كانت حتى من البعثة الأممية ومن يعني حتى المنظمات الدولية أشادت بدور المؤسسة العسكرية أو اللجنة العسكرية 5+5 في حلحلة عديد المواضيع من الطريق الساحلي، تبادل الأسرى، مواضيع كثيرة يعني آخرها كانوا هم يدرسوا في كيفية إخراج المرتزقة رغم التضييق الخناق على هذه اللجنة. ما حدث فعليا أن السيد عبد الحميد الدبيبة تعامل مع المؤسسة العسكرية بسياسة الكيل بمكيالين. لا يصلح أن ينسى ما حدث الفترة الماضية عندما استطاعت القوات البحرية غرب شرق ليبيا من ضبط شحنة من المدرعات اللي كان السيد عبد الحميد الدبيبة قد استجلبها لبعض المجاميع المسلحة غرب ليبيا، اشتاط غضبا منها، حاول أن يعاقب المؤسسة العسكرية، وكيف ما قال لك سيد منعمي ليست المرة الأولى التي يقطع فيها المرتب عن الأفراد المؤسسة العسكرية. إذا كان تريد تعاقب المؤسسة العسكرية ما تعاقبهاش بقطع مرتبات أفرادها، هؤلاء الأفراد هم مواطنون ليبيون وهم لديهم أسر لديهم عائلات، يعني سياسة التجويع أعتقد بأنها جريمة يعاقب عليها حتى القانون الدولي، تأتي في موضوع الإبادة، يعني أنت تريد أن تبيد شريحة كبيرة جدا من الليبيين وتجويعهم. فأعتقد بأن الأسباب كانت مقنعة، ولكن الرسالة من وجهة نظري لم تكن موجهة، أو الضغط لم يكن موجه لعبد الحميد الدبيبة. يعني التلويح بإغلاق الحقول النفطية أعتقد أنها كانت رسالة إلى الغرب، إلى الأوروبيين وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا وأن أوروبا الآن تعاني من نقص الطاقة بعد الحرب الأوكرانية الروسية الأوكرانية، ومحاولة الأوروبيين الامتناع عن استيراد أو شراء النفط ومصادر الطاقة الروسية. فأعتقد بأن غلق الحقول النفطية، لكن الحصة التي تنتجها ليبيا من النفط ليست بتلك المؤثرة، يعني بمقدور أي دولة أخرى تحت منظمة أوبك أن تسد هذا العجز، ومن ثم أن ليبيا عادة في كل اجتماع لمنظمة أوبك تستثنى من مسألة التقليل ومن مسألة الزيادة، هي دائما برا المنظومة أصلا. لا بس يستطاعها في الفترة الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية حاولت مرارا أن تضغط على المؤسسة الوطنية لزيادة الإنتاج،
عندما وعد السيد بايدن الأوروبيين بأنه سيغطي العجز الذي سينتج عن مقاطعة المنتجات الروسية، أعتقد بأنه غير قادر فعليا على سد هذا العجز. فلذلك يعني نقوله نحن حتى بالعامية، يعني جغمة صغيرة بالمية قد تروي عطش الأوروبيين من النفط. فأعتقد بأن التلويح بغلق الحقول النفطية يؤثر على الأوروبيين والشركات اللي تعمل في ليبيا. فهنا حتى رسالة لكل الليبيين أن النفط خط أحمر، يعني عندما تم التلويح بإغلاق النفط تسارعت الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق سفيرها بالضغط على حكومة دبيبة، وكيف ما قال لك منهم ليست المرة الأولى اللي يتدخل فيها السفير الأمريكي لحل هذا الموضوع. ما الذي يجعل هذا الموقف يتكرر؟ يعني أنه يحدث للمرة الأولى ويتم الخلاف على نقطة الأرقام الوطنية لأفراد القوات المسلحة العربية الليبية وتصير فيه إشكالية، هذا مفهوم ولكن تم حله وثم تكرر المرة الثانية والآن يتكرر، هذا التكرار ما الذي يفهم منه؟ واضح جدا أستاذ طه، التكرار هذه العملية هو محاولة استفزاز القوات المسلحة وخلق حالة الفوضى من جديد، يعني انهاء حالة اللا احتراب والدخول في حرب من جديد. ليس من مصلحة عبد الحميد دبيبة ان نذهب الى مرحلة استقرار، هو يريد ان يدخلنا في حالة الفوضى، يريد اشعال حالة الحرب من جديد حتى يقول للمجتمع الدولي ان حكومته موجودة لانها ستضبط النفس و يعني الاسباب الواهية اللي يتحجج بها عبد الحميد دبيبة. يعني عندما يقطع المرتبات، عندما يقوم بوعود غير حقيقية للليبيين ويلعب بعواطفهم، أعتقد بأن حتى الميليشيات اللي قام بتسليحها الفترة الأخيرة، يعني استجلاب مدرعات. طيب. أعتقد أنا تحدثت بالأمس مع أحد أفراد مؤسسة عسكرية قال لي هذه المدرعات عددها يعني يسلح لواء وليس طيب. مجموعة صغيرة يعني. لكن بيان اللجنة العسكرية كان مطولا وكان في 8 دقائق، هو يقع في 8 دقائق مصورة وتلاها الفريق مراجع العمامي، لكن يعني في بعض جزئياته وتفاصيله كان في خوض في تفاصيل حكومة الوفاق الوطني، بمعنى أنه أعضاء اللجنة العسكرية انتقلوا من المسار العسكري وصاروا يتحدثون فيما يتعلق بالمسار السياسي. هذه الخطوة إلى أي مدى، أو هذا الأمر إلى أي مدى هو صائب اليوم أحمد؟ أنا من وجهة نظري أنا لا أحبذ أن يتدخل العسكر في أمور السياسة، يعني كما قلنا نحن نجحت اللجنة العسكرية 5+5 في عملها لأنها ابتعدت عن التجاذبات السياسية، ولكن السيد عبد الحميد بيبة هو من أدخل، يعني أدخل المؤسسة العسكرية في هذه التجاذبات وربط المسار العسكري بالمسار السياسي. فأعتقد بأن اللجنة العسكرية عندما تطرقت إلى موضوع الجانب السياسي أو الجانب التنفيذي بمعنى أصح، اللي هي السلطة التنفيذية ورفض سيد دبيبة تسليم السلطة، نعم لأنها تضررت بشكل كبير جدا من وجود هذه السلطة، يعني وضع نفسها في جانب الخصم مع المؤسسة العسكرية. في ذلك تطرقت اللجنة العسكرية أو المؤسسة العسكرية لموضوع الحكومة وعدم امتثالها لتسليم للحكومة الجديدة، فلا أعتقد بأنه أمر يعني مخالف، لا هو من أدخلها في طيب. هذا المسار هو عبد الحميد دبيبة، لأنه أجبر المؤسسة العسكرية أن تتكلم في موضوع السلطة التنفيذية أو حتى الجانب السياسي. لكن طيب. لا أحبذ أن تتدخل أكثر من ذلك المؤسسة العسكرية حتى لا يلام ولا يقال عنها أن هي أيضا في هذا الصراع لحالة واضح الناس. طيب ابقى معي أحمد، أنا أعود إلى عبد المنعم الجرائي من جديد. أول ما صدر هذا البيان خرجت أصوات تقول عدنا إلى المربع الأول، هل فعلا نحن عدنا للمربع الأول؟ حقيقة أي أخي وصديقي أحمد المهدوي أن توجه إليه بالتحية والسلام. حقيقة هو قبل أن نتحدث عن المربع الأول أخي طه، هي هذا الموقف برمته هي ورقة ضغط من اللجنة العسكرية، لاحظ من اللجنة العسكرية وليس من الجيش أو المؤسسة العسكرية أو حتى من الحكماء والأعيان والشباب والنخب والمثقفين في المنطقة الشرقية، هم قادرون على إغلاق المواني النفطية بالذات يعني. لكن عبد المنعم الجراي الناشط السياسي من مدينة طبرق فقدنا الاتصال معه، نفس السؤال أحيله إلى أحمد، هل نحن فعلا في المربع الأول الآن؟ لا
لا يا استاذ طه، لم نعود الى المربع الاول خصوصا وان يعني في اشياء كثيره جدا، يعني مازال من المبكر ان نقول ان نحن دخلنا في او عدنا الى المربع الاول. نعم هناك صراع او تجاذب سياسي كبير جدا، لكن لا يصل هذا الصراع السياسي الى ان يكون صراع مسلح. المربع الاول او نقطه الصفر معناها ان نحن سنعود الى حاله الحرب وحاله الانقسام، سواء كان سياسي ولا حتى جغرافي، يعني غرق الطريق الساحلي و يعني الدخول في معارك مسلحه من جديد. هذه هي النقطه او نقطه العوده الى المربع الاول. لكن الى الان يعني اعتقد بان امس الناطق الرسمي صرح بان ما زال لم تغلق القوات المسلحه والقياده العامه الحقول، او لم تامر بغلق الحقول، وانما يحدث او ما ورد على صفحات التواصل الاجتماعي هي معلومات مغلوطه. هو كان فيه فقط يعني اقتراح من اللجنه العسكريه التابعه او الخمسه التابعين للقياده بمقترحات لقياده الجيش بان تقوم بكذا وكذا وكذا، ولكن الان لم تقوم هذه القياده فعلا بغلق الحقول او غلق الطريق. يعني حضرتك تعتقد ان هذا الموقف هو مستقل عن موقف القياده العامه للقوات المسلحه؟ نعم، هو حتى في البيان استاذ طه هو اقتراح، قالوا نقترح على القياده العامه بكذا وكذا وكذا، يعني كتوسيات. فإلى الآن تدرس القيادة لكن العامة لكن نحن نحتاج إلى وقفة هنا، وقفة تأملية بهدوء حتى نفهم طبيعة هذه العلاقة بين القيادة العامة وبين اللجنة العسكرية المشتركة، حتى نفض هذا الاشتباك المفاهيمي في تصوري وفي تصورك وفي تصور السادة المشاهدين. لأنه اللجنة العسكرية تمثل القيادة، والقيادة ممثلة فيها اللجنة العسكرية، فبالتالي هذا الارتباط ارتباط عضوي. الفريق التميمي هو مدير مكتب القائد العام للجيش الوطني، فبالتالي كيف يكون هذا الموقف مستقلا عن القيادة العامة للقوات المسلحة؟ مسألة تحتاج فهم. نعم، هو شوف استطاع، هو كلامه كله صحيح، يعني اللجنة الخمسة التابعين للقيادة هم فعلا جزء لا يتجزأ من القيادة، وهم يعني أسماء بارزة في القيادة العامة، ولكن ما حدث فعليا يثبت للجميع استقلالية عمل هذه اللجنة، يعني بدون ضغط مباشر من القيادة كما يلوح الطرف الآخر أو كما يروج الإخوان بأن هؤلاء، يعني حتى في بعض منهم من حاول أن يقول ما عادش تقولوا لجنة الخمسة زائد خمسة، يقولوا لجنة الخمسة زائد واحد، كناية على أن الخمسة ممثلين لشخص القائد العام، فهي يعني معلومات مغلوطة، بدليل أن اللجنة العسكرية تعمل بحيادية دون تدخل أو ضغط من القائد العام أو حتى من قيادات جيش. دعني أستمع إلى رأي عبد المنعم الجراي في نقطة العودة للمربع الأول. نعم أخي طه، هل أنت في الاستماع؟ نعم في الاستماع عبد المنعم، تفضل. نعم، هو حقيقة أنا في وجهة نظري لم نخرج من المربع الأول حتى نعود إليه. هذه الحكومة لم تكن صادقة في تحقيق وعودها في دعم اللجنة العسكرية وتنفيذ ما اتفق عليه. حقيقة وأنا أستمع إليكم الآن، تبعية اللجنة العسكرية 5 زائد 5 هي تتبع المؤسسة العسكرية، الخمسة الآخرون لمن يتبعون؟ حتى في الإعلام بقى يعني أسماءهم وصفاتهم اللجنة العسكرية المشكلة من المجلس الرئاسي أو من المجلس أو من حكومة الوفاق أو تابعين للمجلس الرئاسي أو تابعين لحكومة وحدة وطنية أو المؤسسة العسكرية أو الرئاسة الركبة. وبالتالي اللجنة العسكرية الخمسة في المنطقة الغربية لا نعلم حقيقة ما هي قوتهم على أرض الواقع وما مدى جديتهم في تنفيذ ما اتفق عليه. وعلينا أرى أن نحن لازلنا في المربع الأول. هم يمثلوا المدن. نعم، الآن إذا كان تمثيلهم للمدن أخي طه، الآن جاء برئيس حكومة من مدينة مصراتة، هي أقوى مدينة في المنطقة الغربية عسكريا، ورجل عراب لفجر ليبيا، ورجل كان يعطي في احداثيات الناتو في 2011 وقاتل معهم حتى في حرب طرابلس في 4/4. لما جاء به الآن كرئيسا للحكومة من طرابلس بتلك الأموال الضخمة والميزانيات الجبارة لم يقبلوا به، وبالتالي عن أي تمثيل نتحدث؟ عن أي شخصيات تستطيع أن تقوم معها باتفاقيات تخدم مصلحة الوطن؟ أخي طه، أنا قلت أن هذا التصرف من المؤسسة العسكرية ومن اللجنة العسكرية هي ورقة ضغط على هذه الحكومة. والدليل على ذلك أخي، لو سمحت، والدليل على ذلك ديوان المحاسبة في طرابلس سيد خالد شكشك، وهو في طرابلس وهو مرشح رئاسي، بالأمس قام بإرسال رسالة إلى وزارة المالية يقول يجيز لها صرف سلفة مالية بقيمة معينة
للمؤسسة العسكرية. تصور أخي طه أن ديوان محاسبة طرابلس لوزارة المالية في طرابلس أعطوا للمؤسسة بالاسم هيك المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية ثلثة مالية لشهرين. هذا ما أرى إلا هو أن الضغط جيء بهذا هذا كلام بعد أنه مورس الضغط بأن سوف يتم إغلاق النطق. شكرا جزيلا لك ونتشرف بوجودك معنا عبد المنعم الجراي الناشط السياسي، كنت معنا من مدينة طبرق. نعود إلى أحمد المهدوي الباحث السياسي، وأيضا سيكون معنا الباحث السياسي الآخر والصحافي عبد الحميد الحصادي. أحمد، الآن كيف سيتعامل عبد الحميد الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية مع هذا الموقف، وأيضا كيف ستتعامل معه جهات تتفاعل مع الداخل الليبي مثل البعثة الأممية وأيضا السفارات، السفارة الأمريكية البريطانية على وجه التحديد؟ نعم، وهو بطبيعة الحال يعني موضوع مهم، ورقة ضغط يعني قوية جدا استخدمتها القيادة العسكرية في 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 اللجنة العسكرية 5+5 لإجبار حكومة الوحدة الوطنية على عدم تكرار مثل هذه الأعمال والأفعال ضد أفراد الجيش. ولكن أعتقد بأن عبد الحميد الدبيبة يعني لديه من المشاكل ما تكفيه حتى يفتح على نفسه باب جديد. يعني مؤسسة النفط، المؤسسة الوطنية للنفط، يعني في وقت سابق أعتقد بأنها أوقفت أو ستوقف تحويل الأموال إلى البركز في طرابلس، بمعنى أن جف منابع المال اللي يستخدمها السيد الدبيبة لصرفها وبذخها لا مسؤول في فترات سابقة. فأعتقد بأن إغلاق النفط أيضا سيسبب يعني إحراج لعبد الحميد الدبيبة ويدخل أو يشل حركته. طيب، أعتقد بأنه يبحث عن مشاكل جديدة لا إضافة إلى المشاكل اللي هو موجود. طيب، دعنا نستمع سوية إلى رأي حميد الحصادي، هو معنا الآن عبر الخط الهاتفي. مرحبا حميد، شكرا لوجودك معنا في حلقة اليوم اللايف. نحن نناقش هذا البيان الذي صدر عن أعضاء اللجنة العسكرية المشكلة من القيادة العامة للجيش الوطني. ما رأيك في هذا بهذا الموقف؟ الأسباب أولا التي ساقوها والمطالب، وأيضا الموقف الخاص بتعليق المشاركة مع أعمال اللجنة العسكرية، شو رأيك؟ نعم، أهلا بك طه، أهلا بالسادة المشاهدين. الحقيقة يعني هذا بيان أقل ما يقال عنه أنه بيان مصطف، بيان غير حيادي. نحن لجنة 5+5 دائما نتطلع بأنها يعني هي اللجنة المعنية بالحيادية ووضع حل للمشهد العسكري، هي المعنية بإيقاف إطلاق النار والتسويات التي حدثت بفتح الطرقات، بفتح المجال الجوي وغيره من الأمور العسكرية والأمنية التي أحدثت يعني في الآونة الأخيرة أو على مدار سنة مضت يعني تقدمات كبيرة. ولكن الآن يعني هذا الموقف يعني مستغرب جدا من قبلنا، مهما تكون الأسباب. يعني ليس هناك سبب يدعو لجنة من المفترض أن تكون حيادية وأن تكون يعني تعبر عن المؤسسة العسكرية الواحدة. يعني نحن نتحدث عن أن هناك في الحقيقة انقسام عسكري وانقسام سياسي. هذه اللجنة وجدت من أجل أن تقول بأن هذه تعبر عن الطرفين، عن الـ عن الـ عن الـ عن المعسكرين. ولكن الآن يعني أن يخرج جزء من هذه اللجنة أو الخمسة الذين يعبرون عن 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 حفتر وعن المعسكر الشرقي تتكلم وتتحدث بأنها تضغط على الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، الجانب السياسي من أجل يعني الضغط على المواطن. من المتضرر في هذا البيان أو في هذا التصعيد؟ التصعيد لن يطال حكومة الوحدة الوطنية ولن يطال مواقف مثلا عبد الحميد الدبيبة وحكومته، ولكن المتضرر الأول والأخير هو المواطن. عندما تقفل الطرق، أتحدث لك وأنا يعني ولد المنطقة الشرقية وولد مدينة درنة وأهلي في مدينة درنة، رغم أني نام يعني للأسف يعني قريب 8 سنوات لم أدخل مدينة درنة نتيجة أمور سياسية، ولكن أتحدث عن يعني الأزمة والمأساة التي عاشها أهلنا من المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية في التنقل طيلة السنوات الماضية.
كان هناك مأساة. يعني تخيل لما مواطن يطلع من مدينة درنة لطرابلس يستغرق من الوقت 35 ساعة يقطع فيها مسافات وكيلوات عبر الصحراء وعبر طرقات ومواقف يعني تكمل عليه البنزينة، لأن المنطقة الجنوبية ما فيهاش بنزينة، تلقاها حامل يعني قلالين يعني شكل يعني غير حضاري وغير إنساني وغير أخلاقي. إن مواطن ليبي بدل ما يقطع مسافة 10 ساعات أو 16 ساعة من درنة لطرابلس يقطع مسافة 35 ساعة، فبالتالي هذا البيان ليس موفقا. فهذا البيان بصراحة لا يحقق أمال وطموحات الشارع الليبي ولا المواطن الليبي، هو بالعكس بيان يعني فيه انتقام من الـ من الـ من المواطن ويراد به المواطن. هو أنت أثرت نقطة عبد الحميد، طيب أنت أثرت نقطة تحدث عنها أيضا عدد من أعضاء اللجنة العسكرية من بينهم اللواء مصطفى يحيى في بيانه يوم أمس، وهذا ما أحيله الآن إلى أحمد المهدوي. يقال لك أحمد أنه إذا ما تم ترجمة هذا البيان إلى موقف فإن حكومة الوحدة لن تتضرر، عبد الحميد لن يتضرر، من سيتضرر هو المواطن. شوف أستاذ طه، أنا بس نحب نعرج على السريع، يعني عندما يقول ضيفك الكريم بأن يعني ليست من الحيادية أو اللجنة حيادية وليس مش من المعقول أن أفرادها يصدروا بهذا البيان، يعني هل من الحيادية أو أن اللجنة تكون حيادية لما الطرف الآخر يتلقى كامل مستحقاته ومرتباته، والطرف التابع للقيادة العامة للجيش الليبي وليس لحفتر كما لوح ضيفك، هو هذه مؤسسة عسكرية لا تمثل حفتر وإنما تمثل المؤسسة العسكرية في عموم يعني شرق وجنوب ليبيا يعني وفي بعض من أجزاء المنطقة الغربية. فأعتقد بأن حتى من يؤمنون الطرقات اللي هي باش المواطن ينتقل من شرق ليبيا إلى غربها هم أفراد من قوات المسلحة، هؤلاء يحتاجون إلى تمويل، يحتاجون إلى مرتبات، كيف يعني يستطيع أنه يؤمن الطريق حتى يستطيع المواطن يحس أنه هو آمن من شرق ليبيا إلى غربها؟ فلا أعتقد أنه من المنصف أن يقول ضيفك الكريم أن البيان غير حيادي، وأن يعني بمعنى كيف ما نفهمناه أنه يعني مش وقته وغير يعني منطقي. لا، البيان منطقي، واعتقد حتى ولو لم يؤثر بشكل مباشر على عبد الحميد الدبيبه ولكن سيجعل المجتمع الدولي يضغط على عبد الحميد الدبيبه، لان المجتمع الدولي لا يهمه مواطن ولا يهمه ليبيين، المجتمع الدولي يهمه النفط. النفط عندما يغلق النفط ستتحرك السفارات الاجنبيه التي تدعم عبد الحميد الدبيبه وتضغط عليه بان يصرف مستحقات القوات المسلحه. فانا اعتقد بان الضغط، انا كيف ما قلت لك بدايه مداخلتي، هي رساله موجهه للغرب والدول الغربيه اكثر من عبد الحميد الدبيبه. عبد الحميد بيدق يتم تحريكها من بريطانيا او حتى من الولايات المتحده الامريكيه، فلا اعتقد بان من المجحف ان نقول على ما قامت به اللجنه او المؤسسه العسكريه بانه مش عادل او انه يؤثر على المواطن. اشكرك جزيلا. القوات المسلحه مواطنين استاذ. نعم، اشكرك جزيلا احمد المهدوي الباحث السياسي، كنت ضيفا كريما عبر الخط الهاتفي من مدينه بنغازي. نعود الى طرابلس مع حميد الحصادي. انت وصفته بالبيان غير الحيادي ونزعت عنه صفة الموضوعية، ولكن هل تستطيع أن تنفي عنه صفة الحقيقة؟ أنه هذه المسوغات وهذه الأسباب التي ساقها الأعضاء هي حقيقية، مرتبات أفراد القوات المسلحة ما نزلتش إلى الآن، الحكومة متهمة بهدر الأموال، بهدر المليارات، الحكومة متهمة بالفساد، كل هذه أشياء حقيقية موجودة نراها أمامنا. نعم طه، نحن مع 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 دولة المؤسسات ودولة القانون ودولة المواطن اللي يعني يستحق فيها أن يأخذ راتبة ومرتبة في وقته، وكل المواطنين على السواء سواء عسكري أو مدني له الحق في معاشه وفي راتبة أنه ينزل في نهاية الشهر ضمن الإجراءات وضمن يعني القوانين اللي معمول بها في الدولة الليبية وضمن الإجراءات المالية المتبعة. نحن لما نتحدث أن مثلا أنا لا أدافع عن حكومة الوحدة الوطنية هنا، فهمت علي، هناك لها ناطق رسمي ولها من يدافع عنها، ولكن أتحدث بأن هناك إجراءات ربما طلبتها وزارة المالية والجهات المختصة بأن لابد من تقديم يعني إجراءات معينة لكل عسكري أو كل ملتحق بجهة معينة كالرقم الوطني وكذا.
نعلم جميعا بأن هناك العديد من الـ من الـ الأشخاص، هذا ما تقوله حكومة الوحدة الوطنية بأنهم لم يتقدموا بالأرقام الوطنية. يوم أمس ديوان المحاسبة أفرش عن 400 مليون تقريبا مرتبات لبعض العسكريين، يعني الآن المسألة بدأت تحل. ربما الـ 400 مليون هذه التي يعني أصدر فيها إفراج ديوان المحاسبة سيد خالد شكشك أن هي من ينطبق عليهم الشروط وأنهم فعلا عسكريين ينتمون لمؤسسة المؤسسة العسكرية الموجودة في المنطقة الشرقية. ولكن ضمن هذا كله يا سيد طه أو المشاهدين، يعني لا يرقى الأمر، فهمت علي، ولا يصل بنا الأمر إلى أن نقف يعني تصدير النفط في هذا الوقت تحديدا بعد ارتفاع أسعار. هي مجرد مطالبات. من هو المستفيد؟ هم لم يتخذوا موقف. يعني من هو المستفيد؟ هي مجرد مطالبات عبد الحميد. هي مطالبات، ويعني وصل بهم الحال انهم هم علقوا اعمال اللجنه، اللجنه المفروض لها اعمالها، فهمت علي، التي لا تقف عند اي ازمه تمر بالمؤسسه العسكريه او بالخلاف الحاصل، لابد ان تكمل اللجنه دورها، فهمت علي، بدون يعني الحياز لأي طرف. يعني عندما تدافع عن حق العسكريين في المنطقة الشرقية، لا يجب بها أن تعلق أعمالها، لابد أن تطالب المطالب الشرعية والمطالب المعقولة والمطالب الوطنية. من الذي له مصلحة في إيقاف تصدير النفط بعد أن وصل إلى 130 و140 دولار للبرميل؟ فالمتضرر العسكري والمدني أيضا. هذا البيان يرجعنا لنقطة الصفر، يرجعنا لمأساة 2014 و2015 عندما أقفل النفط وشحت السيولة وافتقر الليبي وأصبحت النساء يقفن أمام المصارف بالساعات ويبات حتى البيات أمام المصارف. ألم تقطع المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية وتقول أنا مع النساء وضد وقوفهم أمام المصارف؟ الآن هل بنرجع لنقطة الصفر ونرجع لافتقار الليبيين واحتياجهم في هذا الوقت من ارتفاع الأسعار ومن ارتفاع الحياة والمعيشة؟ يعني هذا كله غير مبرر أخي طه. يعني وأنا أصف فعلا يعني البيان الخمسة تابعين للمؤسسة العسكرية وتابعين حتى في المنطقة الشرقية، البيان غير حيادي وغير منطقي وغير موضوعي. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا حميد الحصادي الباحث السياسي، كنت ضيفا كريما في حلقة اليوم من لايف، ونحن نتحدث مشاهدين عن هذا البيان الذي أصدره أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة المشكلة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر. هذا البيان كما قلت يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول متعلق بالأسباب التي ساقها الأعضاء، والجزء الثاني متعلق بالمطالب التي قدمت إلى القائد العام المشير خليفة حفتر، وأيضا الجزء الثالث مرتبط بموقف صدر وهو تعليق المشاركة وتعليق العمل في اللجنة العسكرية المشتركة إلى حين حلحلة كل هذه الإشكاليات التي تحدثوا عنها في بيانهم. حلقة الأمس وحلقة اليوم خصصناها لهذا الموضوع الذي نعتقد أنه موضوع في غاية الأهمية، تناولناه وحللناه وحاولنا أن نلم به من مختلف النواحي. شكرا لكل الضيوف الذين كانوا معنا، أحمد المهدوي الباحث السياسي من مدينة بنغازي، عبد المنعم الجراي من مدينة طبرق، وحميد الحصادي من مدينة طرابلس. شكرا جزيلا لكم، تقبل الله صيامكم، وإلى اللقاء. We'll be right back.